ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المختلفة كميات كبيرة من السكر في كل المحافظات بسعر 27 جنيه للكيلو، حيث جرى توزيعها على منافذ عدة تغطي كافة المناطق في كل محافظة للتسهيل على المواطنين من أجل شراء تلك السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 55% من قيمتها في الأسواق الخارجية. وتقدم جريدة الوطن خلال السطور التالية أماكن بيع السكر ب 27 جنيه للكيلو الواحد في المحافظات بحسب ما أعلنته كل محافظة حتى الوقت الراهن. أماكن بيع السكر ب 27 جنيه في الأسكندرية، جرى تخصيص أماكن بيع السكر ب 27 جنيه في الأسكندرية عبر سيارات خدمية تغطي المدينة الساحلية وتتواجد في تلك الأماكن: خورشيد بحي المنتزه أول، كرة المعمورة بحي المنتزه ثاني، كرة أبيس 10 بجوار مديرية التربية والتعليم بحي شرق، كرة أبيس 7 و8 بحي وسط، بشاير الخير بحي غرب، كرة النهضة بالعامرية أول، كرة البنادر وبغداد بحي العامرية تاني، كرة مركز ومدينة برج العرب. وتوافرت أماكن بيع السكر ب 27 جنيه في الإسماعيلية وفقاً للتالي: في 3 منافذ خاصة بمدينة القصاصين، هي منفذ أحمد حمدي عبد الرحمن بشارع المستشفى العسكري، والسيد أحمد دياب ببر أيمن كبر القصاصين، وأحمد فتحي نجم بمدينة القصاصين الجديدة بجوار مرفق الإسعاف، ومنفذ عماد المعداوي في عزبة الصحة، ومحمد منصور الرقحي في مدينة الأنطرة الجديدة، وفي منفذ شنودة فاروق في شارع السويس أمام منفذ الجيش، وفي منفذ أحمد سلامة زيدان بشارع الجيش في مركز الأنطرة غرب. أما أماكن بيع السكر ب 27 جنيه في سوهاج فموجود في قرية الحريدية القبلية، وفي كوم بدر في مجلس كرة نزلة القاضي، وفي نجوع الخلوة في الشيخ مسعود، وفي نجع المخلفة في الشيخ رحومة بمجلس كرة الصفيحة، ونجوع الصوامعة في مجلس كرة الصوامعة غرب. وتمثلت أماكن بيع السكر الكيلو ب 27 جنيه في القاهرة والجيزة عبر منافذ التموين في القاهرة والجيزة المتواجدة في تلك الأماكن: مجمع الطهرة أمام مسجد السيدة زينب، مجمع البستان 21 شارع البستان باب اللوق، مجمع جواد حسني 2 شارع جواد حسني باب اللوق، مجمع سوق أحمد عرابي 9 شارع أحمد عرابي بالمهندسين بالجيزة، مجمع حسن صبري 13 شارع حسن صبري بالزمالك، مجمع قصر المشتهى 48 شارع المنيل بالقاهرة، وفي مجمع الفلكي 14 شارع الفلكي بالقاهرة، ومجمع بورسعيد 315 شارع بورسعيد بالقاهرة، ومجمع الدقي 20 شارع المساحة الدقي بالجيزة، وفي مجمع المنسترلي عمارات الخطيب أمام القرية الفرعونية بالجيزة، ومجمع ميدان الجيزة بجانب سينما فانتازي، ومجمع المتحف الزراعي شارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين، ومجمع البحوث شارع التحرير أمام كلية رياض الأطفال بالدقي، ومجمع البالون خلف مسرح البالون، ومجمع المحاربين 19 شارع الفلوجة العجوزة، ومجمع الأرمان بشارع حديقة الأرمان بالجيزة، وفي مجمع العجوزة 41 شارع الدكتور شاهين ناصيه محجوب ثابت، وفي مجمع سليمان جوهر 18 شارع سليمان جوهر الدقي، وفي مجمع العمرانية شارع ترعة الزمر بجوار فيلة لطيف الهرم، وفي مجمع جامعة الدول العربية ب 19 شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين. نروح بقى الأماكن بيع السكر ب 27 جنيه في الدقهلية في نطاق مدينة بني عبيد والقرى، ومنها قرية الصلاحات وكفر الصلاحات وميت فارس وميت سويد وقرية أبو المعاطي الباز واليوسفية.